اول ما عملنا اول ستار صارت معانا المشكله اللي هي الريش كسر عندنا. خلصنا اليوم الاول نحاول نكون يعني بكره ان شاء الله نعوض خسارتنا هذه كلها ان شاء الله. يعني وصلنا للمركز الثالث وخلصنا ثاني جروب في بطولة الشرق الأوسط. والله السنة الجاية إن شاء الله راح نطلع راح نخلي السيارات الجروب إن شاء الله راح نطلع للسيارات الار ار سي. وطبعا تدري ناصر العطية طبعا ما يعني غني عن تعريف بطل الار ار سي. فإن شاء الله نحاول نتعلم راح نطلع مدارس شو اسمه تيست في مدرسة إن شاء الله سكول في بريطانيا والله في إيرلندا نتعلم على السيارة شوي على أساس إن شاء الله السنة الجاية خلال شهر ونص نكون جاهزين حق البطولة إن شاء الله.